يعجز البنكرياس في جسد هذا الشاب عن إنتاج ما يكفيه من الإنسولين. جيريمي سميث هو واحد من ملايين الشباب المصابين من النوع الأول من مرض السكري. سارع جيريمي بالتطوع مع 16 شاباً وفتاة آخرين لإجراء التجارب على جهاز البنكرياس الصناعي. لا يمكنك أن تنسى أنك مصاب بمرض السكري وتظل تسأل نفسك متى سيحين اختبار الدم ومتى تحتاج لتعاطي الأنسولين. ليست هذه بالحياة الطبيعية، وكل مريض يحلم بالتخلص من هذا المرض. تعمل جامعة كامبريدج البريطانية منذ 3 سنوات على تطوير البنكرياس الصناعي، والذي يتكون من مجس لقياس مستوى الجلوكوز في الدم ومضخة لتزويد الجسم بالإنسولين بكميات يحددها برنامج كمبيوتر خاص معد لهذا الغرض. وأظهرت التجارب أن الجهاز الجديد نجح في تنظيم مستوى السكر في دم المصابين بصورة أفضل من الطرق التقليدية، كما قلل من نوبات الانخفاض الحاد في نسبة السكر، وهي نوبات قد تنجم عنها مضاعفات صحية خطيرة. تشير الأمم المتحدة إلى أن عدد مرضى السكري في العالم يزيد عن 220 مليون شخص، كما تحذر من أن هذا العدد سيتضاعف بحلول عام 2030 ما لم تتخذ إجراءات للحد من انتشار المرض. ويتجاوز عدد مرضى السكري في الدول العربية 12 مليونا وفقا لإحصاءات عام 2000، ويتوقع أن يبلغ 43 مليونا بحلول عام 2030. مرض السكري ينتشر بصفة خاصة في دول الخليج وليبيا وتونس من بين باقي الدول العربية، وتحتل الهند والصين والولايات المتحدة مركز الصدارة من حيث أعداد المصابين بمرض السكري، كما أن حوالي 80% من الوفيات بسبب السكري تحدث في الدول النامية والفقيرة. الجهاز الجديد وصف بأنه خطوة مهمة في سبيل تخفيف معاناة مرض السكري، الذي يعد مسؤولا عن نسبة 5% من جملة الوفيات السنوية حول العالم. أحمد دياب، BBC.